طبعا مطعم غريب من المطاعم الايطاليه. دائما المطاعم الايطاليه معروفه بباستا ومعروفه ببيتزا او غيرها، ولكن هذا المطعم ميزته شوفه مع بعض. طبعا اذا جيتوا للغداء بيكون سعره 69 درهم، اذا جيتوا للعشاء سعره 119 درهم. شو نظامه؟ تعال نشوف مع بعض تفاصيله. اسعد الله يومكم ومساكم، لكل خير يا رب، حياكم الله، متواصلين يا حيكم. طبعا انا في دبي، هنا شوي ترتيب ولفات بسيطه. شفتون اللي قدامكم هذا تاكسي؟ هذا تاكسي دبي، واحد بدل ما يركب طراريد او يخت انا اسف، تقدرون تركبونه بدرهم او درهمين تنقلون عيالكم في هذه المنطقه تتمشون، حياكم. طبعا فكرة المطعم نفس ما قلت لكم او ما تكلمنا عنه، فكرة المطعم انكم تجلس على الطاولة هذه زين وتاخذ لك الطلب اي كمية تباها، نفس البوفيه المفتوح، ولكن فكرة اكل ايطالي، فكرة الاكل الايطالي، اي هذا كله اكل ايطالي طبعا زين، تحطه قدامك مثل ما تشوفون قدامي، حطيت هو طبعا تقريبا ما يقابل 40 وجبة، هي عبارة عن 40 وجبة، 40 وجبة. طبعا معلومات انت تقدر تاخذ الاسم، هذا اسم براتا، شو اسمه؟ براتا. زين هذه وانت تشوفون الوضع، وهذه هاي يعني. طلال اعطني لو سمحت هذه تونة، لو سمحت تونة، تونة هذه التونة خليها قدامي بس حر ابى اكل. هذا النظام او فكرة اول مرة اشوفها في دبي، حتى بعد مطاعم برا الدولة نفس مرة أول مرة أشوفها. ها؟ نفس فكرة السوشي صح؟ هي مشابهة لفكرة السوشي، اللي عارف إن السوشي تنحط على الصحن وتأكلونه. والله هذه شكلها مش كنت نشوفه اللي مسوينا أنا، بس لا بتريات بترجعين لي بعدين. ها؟ طبعا عطني رايك ان شاء الله تستبسكم بغلا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تعال يا عمي تعال 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 تعال، وين اخليك؟ شو رايك بالدياي هاي اللي جاي؟ ها امسكه ولا خليه يروح؟ وش ده؟ سمعت مدري؟ والله ما اعرف، جرب لك بالعافية يا رب. جربت هذا خطير. جيت واخذت الزاوية هذه، شوفوا كيف. اطلبوا. يعني الزاوية هذه طب متنوعين، شو رايكم هذي؟ يحب قلبك ولا لا؟ طبعا البيتزا، طبعا البيتزا تجي ميني بيتزا وانواع مختلفة، مثل هذه البيتزا مالي وهذه البيتزا. تخيلوا السير يتجول حواليكم، وهذا الباستا ها، يلا نجرب. طبعا الصحن الاسود معناته خطر، انتم في خطر. ليش؟ اذا حبيتوا ترى تدفعون له فلوس من غير البوفيهات
او الاطباق الثانيه. هذه مجانا وهذه فلوس. وهذه سلطه الاخطبوط قدامكم، من تشوفونه صيدوها، بدل ما تصيدوها بالبحر ترى صيدوها هنا. اما هذا الطبق يحبه قلبك، الباستا يحبه قلبك. هذا يقول لك اللي يتفلسف. طبعا هذه طلعت جلساته. نكمل ولا شو تقترحون يا جماعة الخير؟ هذا نحن طبعا المارينا، هذا هو المطعم.